عزيزي المشاهد، يقول الشاعر: تفضلوا. نون تبي تطلب شغله لكن ما تدري من وين. زيد بنفسه علمنا من وين. استاذ المشاهد ركز معي، من 23 جولاي ل 29 جولاي انا اضبطك نون يسنعك. ايش عندك يا احمد؟ اسمع، في الايام هذه راح تكون في انتفاضه في التخفيضات، 70% تخفيضات على ماركات الالعاب، خصومات حتى 80% على ماركات الملابس مثل نايك، وحتى الاجهزه الالكترونيه ومنتجات التجميل والمنزل والجوالات كلها بيكون فيها على خصومات تصل حتى 50%. واكيد يا جماعه الخير ما راح ننساكم S6B و S6B1 يعطيك تخفيض فوق التخفيض، ولكن تاكد انها تكون على منتجات اكسبرس والتوصيل مجاني، وفوق هذا كله التوصيل سريع. رابطنا تحت، خذوا لكم ملف عليه ولا تنسون الاكواد عند الشراء. السلام عليكم. كذا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد اكثر من شهر انا امونك اليوم غير مود جديد، ونجرب مع بعض البيك. وشو البيك ايها الاخوه والسادة الكرام؟ ما بكامل متغير، الكل متغير. تعالوا فوق 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 فوق، اطلعوا اطلعوا اليوم. ركز معي عزيزي المشاهد، ان غبنا ما غبنا الا والله عشان نضبطكم. جايتكم ثلاث مودات انفجاريه بريتغر. الله يقطع ام القرف. طيب يا اخوان، عفوا عفوا سامحوني يا هذا النكيو يا عيال. من اللي مات يا عيال، يا عيال صلوا على محمد. طيب يا جماعه، السد جديد ومع الوقت بيتغير، هذه على جنب. لازم اقول لكم، لازم اقول لكم ان اخر مقطع وصل فوق مليونين مشاهده، فوق 170,000 لايك وعشرة فيس كام يستاهلون الشباب. فلذلك مودنا اليوم بيكون عبارة عن الآتي: في امبوستر وفي مواطنين. طبعا اول شيء كلكم تعرفون البيك هو مطعم معروف عندنا في السعودية. الفكرة راح تكون كالآتي: المواطنين عندهم مهام يسوونها، في حال انهم اكلوا من الاكل الدسم اللي موجود في الماب راح يمتلي البار اللي عندك فوق. في حال اني تحولت راح تظهر عندي مزايا. وش المزايا هذه؟ تساعد على اني اخليكم تاكلون بسرعه، اذا فللت تمتن اكثر، كل ما تمتن كل ما تموت. يعني اقرب مثال، اقرب عندي استاذ ناصر، يعني اجي كذا ناصر اشربك. شو بشربك انا؟ اشربك بيبسي. في اللحظه اللي اشربك فيها بيبسي غصب. أصبر. اصبر 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 اصبر. طبعا تقدر تتغر ناصر، اذا تغرت ينقص البار حقك. اتغر، شوف نقص البار حقك. ولكن لحظة، أقدر أصير الدجاجة هذه وأتحكم فيها، وأجي يا ناصر ألقمك أكل غصب. يعني مثال، ألقمك بوريتو، وألقمك مثلا النقانق، وألقمك مثلا اللي ماش تنفجر وتموت. اللي يأكل يموت، لا تأكل. هذه نصيحة، تتغر وما تأكل، فهمتوا؟ فراح تشوفون بعض الخصائص بعد شوي وإحنا قاعدين نلعب. يا جماعة الخير أنا قاعد أكلك الآن، قاعد أكلك. عموما يا جماعة الخير، ما بحرق باقي الأشياء اللي بتشوفونها. كل اللي عليكم صبر. يلا 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 ابو حميد جاهزين. يا عيال تحضر شي، 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 يا عيال الله يقطع عمرك. تحضر شي تحضر شي يا ولد، احنا ناكل نصك، انت ايش دخلك يا ولد؟ لا يا الله تصوير يا اخي شلون. ضايق صدري عشان اطحط طوس، بس مو مشكله. اوكي حتى بعد ماني بوستر ما في مشكله، ما في مشكله والله ما في مشكله. ليتس جو ليتس جو. اوكي مود البيك يا اخوان، اخر مقطع الامون كان كونان. المود هذا البيك، المود الجاي انمي. ايش الانمي؟ الله اعلم. المهم ركزوا معي الان، الامبوستر طريقته سهله، ما هي بصعبه. الدجاج هذا ما يسوي لنا شيء، لكن يقدر الامبوستر يصير دجاجه ويسوي نفسه ما يتحرك وياكلك. لازم ما اكل، ولازم اذا انت البر حدي اتغر او اترع، ما ادري ايش تسمونها. بعد السلام يا احلى الكلام. بعد السلام يا احلى الكلام. الطبيش كلهم شافوني. اتوقع الامبوستر بينطلع من بدري، صعب انه يقدر يسمو طول الوقت الا اذا كان واحد فاهم للطور، لان الطور فيها اشياء كثيره. عرفني كيف اصير طبيعي؟ وش حطيت انا؟ ما ادري وش حطيت، اقسم بالله اني قاعد امشي ورمي اشياء. طفى الكهرب، هذا واضح انه معرق من بدايه. طفى الكهرب راكان. اوه لا، طفى الكوميونيكيشن، طفى الكوميونيكيشن وراكان مسك الكامات. اوكي اشتغلت، المفطر فوق ساعد نزل. في شيء حطيته هنا، برجع اشوف وش هو. جديده علي ذي. ابو شايع عليك يا 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 ضرنط. يا
عندنا. بلا زياد زياد. تعالوا يا الذين تعالوا تعالوا لأبوكم لأبو شكلكم تعالوا تعالوا زياد خوي تعالوا لأبوكم لأبو مندوبكم تعالوا رامي الله لا يوفق. الو الو لا لا يا ولد كل 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 بالعافية عليك يا حبيبي يا عيال قاعدين كل بالعافية عليك يا البطاطس يا ولد وقف بس ما تخاف بس ما تخاف بس ما تخاف ها السلام عليكم السكس بي جاني 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 اليوم قهوة قفل علي يسعد أمك يسعد أمك يا راعي الاجتماع ليديز اند جنتلمان يا جماعة يا الربع أرمي ساكنة حق البيك وقام يضربني بذا البطاطس قمت أعلف بذا البطاطس لين بغيت أطرش مي كان جنبي كان جنبي راكان كان جنبي نواف شاطفني الباقيين ما ثق فيهم طيب أنا بقول أنا بقول شيء واحد المواطن ما يموت إلا إذا لمت البر حقه أنا اللي شفته في الكامات كالآتي الدجاجة تحولت قدامي ولكن ما شفته تحول من موصل الطلبات إلى الدجاجة لبس لبس الدجاجة وقاعد يلحق اثنين أنا أضمن إنهم بريئين قاعد يلحق زياد وسوب فيكس وسوب فيكس كان البر حقه منتلي صبر صبر خلص سوب فيكس وزياد كان يلحقهم شفتهم بالكامات وفوق هذا كله في نقطة نسيت أنوه عليها إذا ضغط الأمبوستر كي أو جي يطلع له على اليسار كي أو جي يقدر يزيد البار حقه يوهم الناس انه انت لا اكل فيقدر يسوي نفسه مواطن فانتبهوا اذا جاك واحد البار حقه اذا صبر 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 اذا جاك واحد البار حقه ممتلي مو معناته مواطن يمكن الامبوستر على نفس البار لكن سعد باره امتلى وهو مواطن واخر نقطه اذكرها واني فيها نقاش واسف على الاطاله دخلت للالكتريك دخل علي مره ثانيه الشخص اللي يتحول حط بلونات قفل الباب ايجل انقذني فايجل مواطن طيب اسمعني شكرا لك واحد اثنين يا جماعه الخير ابو شايع لا قال يسعد امك لا 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 فهو بس انا بمشي اسكب هالمره لا لا ابو خالد ايجل ايجل مليون ايجل تغرتغر يا ايجل تغرتغر اتغر ايجل يمكن يموت يا عيال اذا كان زياده ايجل يمكن يموت ايجل احتمال كبير انه يموت مره يا جماعه الخير انا ما عرفت شوف شوف يا ايجل ايجل دب ايجل دب ايجل عباه اول مواطن ينفجر من الاكل اول مواطن ينفجر البار حقه يموت ناصر يسوي مهمه والبار حقه ممتلي ناصر ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي لك دهون جيدة نحطها هنا لك وعندي لك برضو يا أستاذ أحمد دهون دهون قهوة قهوة لازم تشرب قهوة أستاذ أحمد أفضل خذ لك عندك بيبسي 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 بيبسي, بيبسي. ما يحطش دور يحطها يا جماعة الخير بيبسي نصر المبوستر نصر المبوستر بيبسي يا جماعة الخير ما عرفت الله يقطع مضي يا رب الكعب اني ما عرفت نصر 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 المبوستر نصر السوع والله السوع والله بيبسي جي لا اعطني بيبسي عافية عليك استاذ احمد القحطاني انت تحب البيبسي دائما وخبر انك تسوي رجيم اليوم لا ما في رجيم نكسر رجيم اليوم نتحكم فيكم تعال 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 السلام عليكم عندي اتهام مباشر 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 ناصر بعد الثلاثه وبيك تبرر يلا وانا بقفل اذني امسك يلا يا جماعه الخير اسمعوا انا تحت على اليمين يا رجال سوا اطلع اطلع احمد لا لا أكلكم اليوم بإذن الله أحمد زي أي جيم عادي لا تروح يسار تعال يمين ركزوا معاي لو تلاحظون على اليسار عندي جي وعندي كي يعني أقدر أزيد الأكل حقي أزيد البار كأني مواطن أكلني أكلني لومبوستر فهمتوا فالآن بمشي أمور طبيعية ثم بزيد البار وبعطيه وضعية أني أوه ملاني واحد سوبي جنود أوريكم زالوني أول شي بمسك الكامات أبلعب لعبي أوريهم أن هذا لعبي زياد ليش تغرر حمار
إذن هنا يقول لك أنا أمسك الكاميرا أوريهم للمواطن. أوكي الآن شو بسوي؟ بطفي الكهرب. حلو ركزوا معي، أبطفي الكهرب زي ما هو واضح أمامكم. أبطلع فوق هنا، أبتحول ثم أبختفي. الدهون تخليك تختفي، أنا عندي وقت أختفي فيه. في الوقت هذا راح أوزع قهوة بالطريق، أبحط هنا قهوة، أبحط على الباب هذا قهوة على السيب. لا لا هنا هنا يا يان، ودي اقفل الكافيتيريا كلها بحواجز، ودي اقفل الكافيتيريا كلها بحواجز. صبر 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 صبر، احط هنا حاجز تمام، بقفل الكافيتيريا. الله لي يوفق، الله لي يا درقص بوقف الى متى؟ ابعبي ام الكافيتيريا حواجز وافوز من اول جيم يولو اسويها. ويا عيال انا ما ادري الحواجز تبقى ولا ما تبقى طول الوقت، لكن لو تضبط اقسم بالله ان انتصار ساحق هذا مره. ابغى اختفي، شوف 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 كيف بنيها من اول جيم، ابى انهيها من اول جيم يا عيال باذن الله. لا انهيها من اول جيم، ابى اطفي الكهرب تمام، ثم ابى اخذ حاجز. الحاجز يروح، الحاجز يروح، مو كل الجيم يقعد. اوكي اوكي اوكي، خلني اقفلين انهم بيجون من تحتهم 100%. طيب بختفي مره ثانيه، ابى اتحول بروح اكل ناصر. ناصر احسك عطشان مره، خذ هذه بتحكم بها وبعطيه بوريتو. خذ بوريتو. منو ذا؟ بخر. خذ بوريتو. بخر 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 بخر. دقوني ضالك، دقوني ضالك. لا لا نجم من؟ كهرب طف كهرب. هذا اوكي انت تلحقوني صح؟ هذا هو مين؟ هذا مين؟ هذا مين؟ يقطع بليس ومعرقوا علي. هذا مين؟ اندبح. النكيو 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 النكيو. الو السلام عليكم، اعطوني مجاري. سلام مجاري، اعطوني واحد مجاري. مات صح؟ في واحد مات. ياب 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 ياب. اوكي ناس سمعت. اوكي حتى والله العظيم لا حد يتكلم، اعطوني صوت. اتهام مباشر على النكيو، انا بقول لك ليش. اوكي سلام دقيقه دقيقه، بقول لك ليش. خلو يتكلم. انا كنت في الكامات واتوقع ابو شايع كان شاهد علي. اوكي متى المره الاولى كنت بالكامات؟ متى ابو خالد كنت بالكامات وكان اقصى اليسار عندي. اوكي متى بالضبط كنت في الكامات؟ بديت الجيم انا راقب المراقبه كامله عليك انت. طيب لعني شاك فيك. بقول لك شيء قبل شيء. شطفت ياد وشطفت رامي والدجاجه شطفنا وانا كنت توني طالع من الكامات. طيب اما يلا شطفنا. طيب معليش. طيب طيب اوكي لحظه لحظه لحظه، انا مسكب. لا 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 مسكب 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 ثواني. ناصر جنبي، ناصر جنبي الان ثواني. ناصر انا بقول اسم تمام، وابغى اشوف تعبير وجهك بعدها. طيب ركز معي. ناصر راكان. شكله راكان، راكانه. طيب اهلين سويلي، اكلتك انت جوعان كنت. لا 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 ليش ليش تكتب لي؟ انا عرفتك. ايوه انا احط كل شيء انا. اوكي حقه التكفيل ما تضبط يا عيال، اسوي نفسي بملي باري. لازم املي باري، لازم املي باري، لازم اسوي نفسي مجنون. ايوه البطر كذا. ايش بسوي؟ ابغى اخليهم يشوفوني تمام، وباعطي فيلم، ابغى اعطي فيلم اماكنكم وبحقق، ثم بسوي اتهام. لازم اصدم يا عيال، مو كل مره اسوي اتهام. اوكي مر. أعرق على أمكم فينا إيش؟ ركان ركان يا ركان، ركوني المرموري. يوكلني يوكلني. تعال إنك يو تعال. بدي أكل أبو خالد. يما 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 بس الكهرب. دقيقة النكيو. نواف 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 نواف. شفته 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 شفته. اوكي كهرب طافي كهرب طافي كهرب طافي. هذا مش تمام مش تمام يا عيال. انا باقي لي تفله وانفجر تمام. بسال سؤال وانا ابغى ارد. اللي صلحوا الكهرباء اول مره دخلت عليكم كنتوا اربعه جنب بعض تقريبا، ابغى اسماءكم
بالضبط. واللي واللي بيقول لي اسم مو موجود بحط صوص على طول عليه. الاول كان ركان، من مع ركان مودي، ركان مودي، ومن بعد اول مره دخلت عليكم ركان ومودي. اول كهرب طفى مين كان؟ كحط نواف ابو ريحه. نواف باقي واحد. ريحته يا عيال ريحته مسحب ورب الكعبه. في اثنين، في اثنين كانوا برا. سعد وين مكانك الان وقت ضربه الاجتماع؟ الان 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 كنت في النص في الزبون. انا مسوي اجتماع ما شفت الدخل. كذاب، انا شفت انا بالنص ما كنت هناك، وبالتصريح الاول ما كنت موجود. يا عيال اوكي سعد بخليك ترد من تحت. من وين؟ من تحت. انا اول شيء توني شاطف مودي. لا والله من فوق، من فوق صح. طيب نسيت الصدق. لا تشك، لا تحط نفسك سري. انا ومودي كنا محشورين، وجانا راعي البيت زي اكل مودي قدامي. اول ما شفت اكل مودي زبنت على طول، زبنت فوق وهو قاعد تحت محشور. هذا اللي حصل بالضبط عند الكامات. ممتاز. يعني ساعد وقت الاجتماع مكانك وين وقت الاجتماع؟ توني جاي من تحت، فرقت انا ومودي من تحت، طالع من فوق الميد باي مرسبن لك جايك على الطاوله. طيب انا شفت شيء في الكاميرات. وشفت انا كنت في الكاميرات. سب فيكس تو طالع لجي ترتل طايح من فوق، وكان في نواف. ايوه نواف فجاه صار سمين وبعدين نحف فجاه. زين عادي يقدر يدخل وينحف. طيب بس ما كان سمين قبل. مشيت بروح ادق اجتماع. طيب مشيت بروح ادق اجتماع، بدق اجتماع من لقيت في المدبي. ايه ركان. احمد وش وصيتك قبل لا تموت؟ ركان لقيته في المدبي. ركان لقيته في المدبي. بس معليش لحظه، لا 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 وقف وقف عادي. الكهرب كانت طافيه، كيف لقيت ركان بالمدبي؟ لا 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 قبل شوف يوم رحت طق اجتماع انت. ايه انا تراني وراك ملحم فيك. نزلت على المدبي لقيت ركان جاي من جهه شو اسمه الكهرب طافيه قبل. لا 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 قاعد اشوفه قدام عيني ركان. قاعد اشوفه حتى لا 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 حتى يا وش كبس كبس كبس. طيب اوكي اوكي بيدورون علي. اذا ما قاعد تسوي تحريات بيدورون علي. لازم اسوي تحريات، لازم. خلني اتغر يا اخي. من قسم بالله من بديت المود هذا ما اكلت ولا برجر واحد ولا مسحب ولا مرتديلا. وش ذا؟ هم يشوفوني الان، هم الان ما يشوفوني. هذا البوستر شلون ياكلنا لين نموت؟ يا عيال احمد كان عندي بالكراسي ورب الكعبه انه اختفى. معناته اقدر احط قهوه على نواف واحرقه. يا سلام حركته شوي. يمه اقدر ابطل. يمه اقدر احط حاجز هنا. حلو اوكي حشرت نفسي. يمه طيب مو مشكله اقدر اجيك اقدر اقول كذا اجي كذا. اتحول مره ثانيه ناخذ هذا نجي عند هذا. يمه يمه يذبحني بيذبحني يذبحني. اذا لقي زياده امسك ركان أدي له واحدة أكل زيادة. حلو أكل زيادة، أكل زيادة. أنا أحط موريته زيادة هنا. أحط موريته كده زيادة. موريته لما يموت نمسك هذا. أوكي ضرب واحد موريته هنا. ضرب موريته. أوكي يا عيال أحمد أحس إني تعبت. موريته زيادة، أعطي موريته زيادة. موريته أوكي مات. أوكي اوكي تعال احس اني بنقفط. لا تكفى لازم اكلك. وحدوا كل شيء. وانا اسف يا ابو فايز حركاتك غريبه او انك مبطع عن اللعبه. انا اشوفه انا اشوفه اضمن شايفه 100% بالكاميرات. اضمن ابو فايز 100%. تاكي الكاميرات شفت الدجاجه قاعد يلاحق ركان ونكيو وين يمين فوق. يا عيال الدجاجه سوى اشياء مره كثيره. كنت شاك بركان لكن طلع مو هو بركان. فاللي يعرف المود غيري رامي يجرب المود غيري. فهذا واحد يعرف يلعب. دقيقه لا انا شفت زياد. يا عيال الدجاجه سوت اشياء كثير مره. اللي يقول على رامي كان معي في اليسار. ايه الحين وين الجثث؟ وين الجثث؟ انا في الكاميرات الان. وين سعد؟ انت بالكاميرات وعديل بالكاميرات ومودي ورامي يسار. اجل مين بقى؟ انت وينك؟ تعال انت وينك؟ انا لحظه بس عم ترى ما شفتك. ما اللي صلح الكهرب يا ايجل؟ انا اللي قاعد اصلح من اليوم. كله ما شفت ايجل. انا وزياد مصحين. شلون ما شفتني؟ يوم ابغى بس اسالك سؤال يا ايجل. هل انا قدام عينك شفتني قريب من موقع الجثه اللي كنتوا انتوا فيه؟ لا 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 انا ما كنت في موقع الجثه. شكلنا زلينا والله. يعني اسوي ضربه قاضيه في الجيم هذا واخي الموت ما تعودت عليه. في اشياء مره كثير قاعدين يتغرون والمهمات بتخلص. لازم يا احمد تسترجل.
لازم يا احمد تسترجل، لازم. في خطه في خطه في خطه في خطه براسي في خطه براسي في خطه براسي. طفي الكهرباء هنا واتحول ثم يا الله جبت العيد رامي زياده بنطفت اموت. وكلني قاعد يوكلني، اتوقع ان ابو شايع يوكلني الا اعرفه برمي. اعرف يوكلني يوكلني يب يب لا أيوة. لازم اجيبك هنا معليش. حلو اللي هو سفكس واذن كانوا هناك، انا شفته 100%. بس في واحد جيب من هنا صح؟ رفيقي وعرفه، رفيقي وعرفه من نبرته عرفه وراه وين الحلاو. تعال ايوه لازم ازيد البار حقي لازم. ودي قاعد يقل كل ماله. وكلني ومشى رفيقي وعرفه. يلحقوني عيال الذين ماسكين سراويلي. يا ربنا ما شافني يا ربنا ما شافني. ابغى مودي بجيب مودي طلبيه من برا. اصبر اصبر هذا ابو خالد صح؟ اوكي 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 شوف شوف بجيب ابو خالد طلبيه. ابغى اجيبها طلبيه 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 من برا وشي شيء سوي تاج ابو خالد طلبيه انت مطلوب عندنا تعال. وبحط بوريتو. تفضل بوريتو يا الغالي. شكرا لك. تفضل هذه بعد. شكرا تعال لك. كل كل زياده كل سحب. خذ سمك خذ دجاج خذ بطاطس خذ بيبسي. طلبية ثانية زياد وريتو مقانق. تعال تعال يا رب. في واحد بيبلغ في واحد بيبلغ من يسار. مشكلة يا رب اكثر صيب ارجسي ميتين. واحد بيجيني واحد بيجيني. لا لا يا ولد لا توكلني. قم على فيني بطاس يا عيال الحقوني تكفون يا ولد موت. فايز يقل يقل بينفجر يقل بينفجر. من هذا اللي عندي يموت؟ لا رب 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 يا رب يا رب. ممتاز شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ريدا سلين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك بالميت. ابو فايز ابو فايز ابو فايز ابو فايز السلام عليكم. انا مسوي ميوت انا مسوي ميوت. الو لا 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 ما تحطوني في هذه المواقف. انا ما العب امقص دقيقه. طيب انا من زمان ما العب امقص دقيقه. عادي تتكلم ولا اتكلم انا بس عشان عشان ارتب. اتكلم دقيقه اول شيء فوق كان ايجل وكان سوب فيكس قاعد يبلعهم وبلعتنا ممتاز. الكهرب كان طافي العيال ما يقدرون ما يقدرون يصوتون. ركضت رحت بفتح النور ممتاز. وانا افتح النور انت ليت مع رقبتي وكذا. وانا افتح النور فتحت النور بسرعه قدامي الدجاجه ممتاز. دزيت بسرعه رحت فتحت النور. كان في وقتها قبلها نرجع شوي قبلها قبل ثانيتين من قلت ابو فايز وايجل كانوا منتفخين. مين باقي؟ باقي اس اكس بي. طيب خلصت ممتاز. طيب اس اكس بي عديل وش تبريني؟ سعد سعد انا بقول كلمه واحده. انا تيمت معاك من بدايه الجيم وناصر علمني انه انت ومشيت وطقطقت وضحكت لكن الان اني افوزك هذه والله كثيره. عديل انا ادري ان ناصر من البدايه ومتيم مع متيم مع سعد. انا علمتك تبي تصدق صدق تبي تفوز فوز. ناصر سويت اللي علي. ابو فايز سويت اللي علي سويت اللي علي. تبي تكمل لحظه بس اصبر. عادل عادل ثواني ثواني بقول لك شيء. عادل تراني متيم معاه من البدايه. انا علمتك من البدايه متيم معاه من البدايه متيم معاه وعلمني ناصر له. تبي تسو يا رب يا ريال عرقت تعب عرقت وتعبت عرقت وتعبت. والله يلقى مطول ذا والله يلقى مطول طول مره تعرق. يا ساتر القم يا شيخ. طيب يا اخوان الى هنا وتوقع وصل النهايه. غالبا مثل حط لكم افضل الاقيام. عندي سؤال واحد اجابتكم فيه. اقدر احط لكم كل الاقيام لكن بنسبه كبيره بعضها تكون طقطقه وين طرح الامبوستر بدري. فانا ادري ان بعضكم يحب التعريق. اذا تبون نحط الكل ما عندي مشكله بس المقطع بيطول اكثر. اكتبوا لنا تحت بالكومنتات ارسلوا لنا لايك واشتراك. واتمنى عجبكم مقطع اليوم. ان شاء الله الفوكس ما خرب. الله يسعدكم. صلوا على محمد. السلام عليكم.